بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد تدريبات كتاب التأسيس السليم على درس مهم، درس النماذج الشريطية والمتغيرات والمسائل الكلامية. خدنا حلقة شرح ودي حلقة تدريبات، ويلا نروح لنوعية نوعية من الأسئلة. أول نوع بيقول لي أوجد قيمة المجهول في النموذج الشريطي. جميل. حرف المجهول هنا مين؟ الحرف المجهول الإيه؟ اللي قاعد في المكان اللي فوق بيمثل الكل، وده بيمثل الجزء المعلوم، وده بيمثل الجزء المجهول. طب نجيب الايه ازاي؟ نطرح الكبير ناقص الصغير، يبقى 800 الكبيرة ناقص 159، وتطلع الإجابة هتبقى 641. والولد الشاطر اللي يطرح فين؟ اللي يطرح في المسودة علشان مسألته ما تبقاش غلط. اللي بعده ده بيمثل مين؟ الكل، وده بيمثل الجزء المجهول، وده بيمثل الجزء المعلوم. طالما بيسأل على حتة من الصغيرين يبقى المسألة مسألة إيه؟ مسألة طرح يا ولاد. نطرح الكبير ناقص الصغير وناخدهم في المسودة ونطلع الإجابة، هتطلع الإجابة 5420 وادي الفواصل. طب لاحظت إيه هنا؟ ده جزء معلوم وده جزء معلوم، ومين المجهول اللي فوق؟ ده اللي فوق حرف السي، الحتة الكبيرة، تبقى مسألة جمع. هنجمع مين؟ ال 4012 زائد ال 9103 ونطلع الإجابة، هتطلع الإجابة كام؟ 13115. ماشي ماشي. ها نروح لشريحة أخرى بتمثل يا ريتال نوعية أخرى من الأسئلة. هنا بقى جايب لي المسألة وعايزنا نطلع الإجابة، نعمل إيه يا ولاد؟ هقول لك على طريقة حلوة. يجي ولد يقول لي يا مستر حامد أنا شايف في كل معادلة 3 أعداد. طيب جميل شاطر يا حبيبي، متضايق من إيه؟ يقول لي متضايق أنا مانيش عارف كل عدد مكانه فين. شوف مستر حامد هيقول لك إيه؟ يا حبيب قلبي لو لقيت علامة زائد دور على علامة زائد، لو لقيتها يبقى اللي بعد يساوي ده الكل، يبقى يقعد فين؟ يقعد فوق. طب والعددين التانيين يقعدوا تحت يا حبيبي. بس خلاص كده انت حليت المسألة. طب لو انا عايز حرف الايه، الايه بتمثل الجزء، نطرح الكبير اللي فوق ناقص الصغير. تمام يا مستر فهمتك، لو لقينا علامة زائد يبقى اللي بعد يساوي يقعد فوق. يوم يجي ولد لدي ولدي، مستر الحق في ايه يا حبيبي؟ يقول لي دي علامة طرح. اقول له يبقى اللي يقعد فوق الاولاني، يبقى الواي تقعد فوق. طب وبقيه العددين؟ بقيه العددين يقعدوا تحت. طب مين يمين ومين شمال؟ ما تفرقش والله يا حبيبي. طب نجيب الاجابه ازاي؟ نجمع الاتنين دول لان دي بتمثل الكل، تبقى مساله جمع يا ولاد. جميل. نيجي لدي، دي علامه ناقص، يبقى الاولاني هو الكل يا جماعه يقعد فوق، والعددين التانيين واحد يمين وواحد شمال وما تفرقش مين هنا ومين هنا. طب دي تبقى عمليه ايه؟ عمليه طرح. فهمت اللعبه ماشيه ازاي؟ تعالى لدي، السؤال ده بقى جميل. هنا مش جايب لي نموذج شريطي، هنا مش جايب لي نموذج شريطي، وبيقول لي لو سمحت اجيب المجهول ازاي في السؤال التالت. مين المجهول في اول مساله؟ حرف الاكس. يبقى لما تيجي تحل تكتب اكس بتساوي. ايوه يا مستر، ما انا عارف ان هكتب اكس بتساوي، وعارف ان في اللي بعدها هكتب واي بتساوي، وعارف ان اللي بعدها هقول دي بتساوي، وهنا المجهول سي، وهنا المجهول اتش، وهنا المجهول بي. ما انا عارف ده يا مستر حامد. امال يا حبيبي ايه اللي مضايقك؟ يقوم الولد الجميل يقول اللي مضايقني انا مش عارف هجمع ولا اطرح يا مستر، عرفني. اقول له ما انا قايل لك قبل كده اديني مثال. اقول لك مثال، دي علامه ايه مثلا؟ قال لي زائد، قلت له يبقى ده الكل، يبقى مساله طرح. نطرح الكبير ناقص الصغير، يبقى الكبير كام؟ الكبير 6268، وتنقص ال 2154 وتطرحهم في مسوده وتطلع الاجابه. طب ده علامه ايه؟ علامه ناقص. يبقى الاولاني ده الكل وتبقى مساله طرح،
يبقى ال 1250 ناقص ال 920 وتطلع الإجابة. يقوم يجي ولد يقول لي مستر أمال إمتى تبقى المسألة جمع؟ إمتى تبقى المسألة جمع؟ اسمع وطرطق ودانك وخد المعلومة دي، ما بنجمعش غير في حالة واحدة بس. تاني يا مستر كده تاني، ما بنجمعش غير في حالة واحدة بس يا نايا. ايه هي؟ لو الحرف اجا في الاول وبعده علامة ناقص. يعني شايف المسائل دي كلها يا ادم؟ اه شايفها. امتى هجمع؟ في نمرة جيم ونمرة دال بس. اشمعنى؟ هنا حرف وبعده ناقص، هنا حرف وبعده ناقص، دي الحالة الوحيدة للجمع. يبقى هنجمع العددين الموجودين، ال 1400 زائد ال 3500 وتطلع الإجابة. طب في بتاعة سي هنجمع ال 3150 زائد ال 1271 ونطلع الإجابة. يبقى مستر حامد حللك اللغز، كل النوعيات اللي زي دي طرح، نطرح الكبير ناقص الصغير ما عدا حالة واحدة بس تبقى جمع، لو الحرف إجا في الأول بس بشرط يبقى بعده علامة ناقص. يقوم يجي ولد يقول لي مستر، أقول له نعم، يقول لي الحرف إجا في الأول، أقول له بس بعده زائد تبقى طرح. طب أطرح مين؟ الكبير يا حبيبي، دي 4000 ودي 6000، يبقى نكتب ال 6481 أولاً ناقص ال 4251 ثانيا ونطرح الاثنين. طب ما ده حرف بس بعده زائد تبقى مسألة طرح، نكتب ال 9000 أولا ناقص ال 4127 ثانيا ونطرح في المسودة ونطلع الإجابة. كده خلصنا المسائل الحسابية ونيجي للمسائل اللفظية. يوجد 30000 نملة، منهم 17000 نملة من الإناث وأنا عايز الذكور، يبقى ده بيمثل مين؟ الكل. وده بيمثل مين؟ الجزء. يبقى مين اللي يتحط فوق ال 30000 نملة؟ الكل. طب الذكور ال 17000 تيجي هنا، جميل، وهنا حط اكس. طب عمو عايز مين؟ المعادلة تتكتب الأول. يعني إيه المعادلة يا مستر حامد؟ يعني إيه زائد إيه يدينا إيه؟ أو إيه ناقص إيه يدينا إيه؟ نعمل إيه؟ ابدأ باللي تحت الأول، نقول للراجل الإكس زائد ال 17000 يطلعوا لي كام؟ يطلعوا لي 30000، جميل جميل. طب إزاي نجيب المعادلة؟ علشان نجيب الإكس نحل المعادلة إزاي؟ نكتب الإكس بتساوي ونكتب 30000 ناقص 17000، هتطلع الإجابة كام؟ هتطلع الإجابة 13000. يجي ولد يقول لي مستر حامد أنت عملت المعادلة هنا بالجمع، ده زائد ده يدينا اللي فوق، أقول له تمام. يقول لي ممكن أعملها كذا ناقص دي يدينا إكس، أقول له صح، المهم تتكتب بشكل سليم. واحدة كمان، هناك 12000 نوع، ده السؤال نمرة إيه؟ باء. هناك إيه؟ 12000 نوع من النمل، ماشي، بيعيش 2500 في إفريقيا، مش دي أنواع النمل كلها؟ آه، يبقى دي تتحط فين؟ تتحط في الكل يا ولاد، يبقى هنا 12000. طب اللي بيعيش في إفريقيا 2500 واللي ما بيعيش هنسميه إكس، طب إزاي نجيب المعادلة؟ ده زائد ده يدي ده، تمام؟ تمام، إكس زائد 2500 وتخلي الإجابة النهائية اللي فوق اللي هي 12000. طب ازاي نحلها؟ يبقى نجيب قيمة الاكس في طرف لوحدها، نعمل ايه؟ مش دي علامة زائد؟ مش دي بتمثل الجزء؟ اه، نطرح الكبير ناقص الصغير، 12000 ناقص ال 2500 وتطلع الإجابة، تمام؟ تمام. اللي بعده، مستعمرة فيها 1500 نملة، يخرج بعض النمل للبحث عن الطعام بينما تقوم 900 نملة بالتخلص من القمامة، فما عدد النمل اللي بيبحث عن الطعام؟ هم الإجمالي كام؟ 1500، ولكن مقسمين نفسهم في جزء بيدور على الطعام وفي بيتخلص من القمامة. أنا عايز أعرف بقى اللي بيبحث عن الطعام، أقول له سهلة، ناخد ال 1500 ده الإجمالي وتحت نحط 900 نملة
وهنا نجيب دي وليكن مثل مستر حامد سماها زد. طب عايز اكون المعادلة، اجمع الاتنين اللي تحت اسهل، زد زائد 900 تساوي 1500. طب ازاي نحل المعادلة؟ يعني نجيب قيمة الحرف، مش دي زائد، نطرح الكبير ناقص الصغير، الالف وخمسمية ناقص التسعمية تطلع الاجابة 600 نملة. واحدة كمان ونختم بيها الدرس، يوجد 5328 نملة في مستعمرة، ماشي، والعدد ده نملة من الذكور والباقي من الإناث، يبقى ده مين؟ الإجمالي، وده مين؟ الذكور، والراجل عايز مين؟ الإناث. هسيبك أنت تكون المعادلة وتحل المعادلة وتجيب قيمة الحرف وتملى النموذج الشريطي. يا رب الدرس يكون بسيط وسهل ومفهوم.